طيب ممارسات الكهرباء اللي اتكلم عليها الحاج خلف. كل اللي اتصل عنده حق فيما يخص الممارسات. المواطن النهارده اللي بيقبض 1000 جنيه لما النهارده يجي له ممارسه يدفع 1000 جنيه كل 3 اشهر. هيجيب منين؟ يجيب منين يا جماعه؟ حرام. فالنهارده الدوله مشكوره. صدر، شوف بقى المشكله، صدر قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بتوصيل التيار الكهربائي المباني المخالفه. وزير الكهرباء وافق. راح الكهرباء، الكهرباء لمت فلوس من الناس. هات كابلات حاضر. ادفع فلوس تصريح حفره حاضر. عشان يوصلوا لهم. خد بال سعادتك بس. يقننوا وضعهم. ده رئيس الوزراء طلع قرار. وسيد الوزير الكهرباء وافق. مين اللي وافق الموضوع؟ مين؟ موظف الشؤون القانونيه في المحافظه. يقول ايه؟ الوكسه بقى الاكثر. قرار رئيس مجلس وزراء يوقفوا الشؤون القانونيه. دي وكسه. دي وكسه تنفيذيه. ازاي توقف قرار سيد رئيس مجلس وزراء؟ مش رئيس وزارة. المواطن دفع الفلوس لحد دلوقتي بقى له سنتين ومتاخد فلوس. الوصلات دي كلها مركونه عندنا في بلاد دكرور. كان على مستوى مصر كله. النهارده السيد رئيس الوزراء في احد الاجتماعات الاخيره مع 10 15 يوم قال توصيل الكهرباء للمباني المخالفه باعدادات كوديه. لحد النهارده تروح الكهرباء تقول الكهرباء ما وصلناش. هو في ايه بالظبط يعني؟ يعني هو رئيس الدوله ما وصلهمش. يعني ايه الكهرباء ما وصلهمش؟ ده النهارده يعني انت عايز كل حاجه النهارده نبعتها لرئيس الدوله عشان هو طلع بيها القرار؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي يا جماعه؟ ده رئيس الدوله بيقول على الموضوع بيطلع في ساعتها، الحكومه بتقول الموضوع بيوصل بعد سنه للمواطن، ده استهتار بالمواطن الغلبان. انا بقول للحكومه وبقول لشريف باسماعيل رئيس مجلس وزاره حرام عليك، حرام عليك، الناس الغلابه مش قادره تدفع فواتير الكهرباء.